الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. أما بعد، وزيرته، سفيرته، قدوميها جاريته، قدوميها ورقة قرياشة، حلي بانمير يدمان تيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيب هناك أنت من غير ستوكو وحان مقولني تتقوه رئيس سومالان درا سندقورة دافرية لباتنات جمهورية سومالي لان ودبال ديگا حفلة داني وحفلة دي قوه الرئيسي يلقوح سايو سندقورة دافرية لباتنات جمهورية دينا سومالي لان تاسي شرف اي مرة ساعات وصل تاسي وحكا ديگان تهاي إنه تدك قوتك كتر على هاي النقطة تدك استقلنا هاي. سيدا هو ده يبان لنا. خروج مسؤولين من مالنا كان سعر دين المغرب. وحنو يلي يا معي هاي الشيخ محمد حاج إسماعيل. أو آية القرآن أورد دونا يسيد أقول لك كلمة دو كوان نورد دونا. كسر دوشة معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. أنا أبرك إلى هاي النقطة إلى هاي بركة هاي النقطة فتيو سيد خير كله. أنا أبرك أبركن هل كأكيو بدو أنا كو كهلايا أفكا أولياشا السويدن غارهان مجالدن استقبلوا وحان جعلهاي إن أهل الكسر هويو مقعا أمدى سومالي لان قرق سومالي لان مرتيزة شرفت لها إذا لجبتا إيه أيوه الرسول وسيرة شكر حاج بدرة إيو سفيرة سومالي لان جبتا هلكا وحان بالكسر هويليا وعاد الكلهي سورة الوالدة أنا أقول الله يا مدعى أضياشا يدو خيتي دا مقالة مستوكرة ومهاتسية هاي محمد حاج إسماعيل وحان هذا هو يريا قدوميها جاليد ستوكوم سوماري لان حسين أبادير واسنا كلمة سورة الوينة على قول الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. مکاره وان سلامی هم از سوی من رسیده است. یا سفیر دنبال چوته، لبرا امیر، یا دیاشا، دنبال کاری به حال و سال سوی بادا. و من را ما تو بالی فرهم ده. اتین می‌میم که رونتی لسوگارو درم گران یا یه شما وقت لبنتی ما ولع نم وقت برکه و حالا کل وام من عینی نه. وأنا من فرحة لي وصل يوسف الشاعر وحول أنا جاوبه هنا وح ماريت الدبادق وسمية مكتي all of the world ما ها يروك اللي جاي ترى ركود ركود مركب وأنا من فرحة لي أنت أنت بدل أول ما يقول لك واحد اللي هي مال بحيث happy team مي ولا ما حسنتي دبانتي واحد من ملاين يا خضر كلي بسنا لبا إيري ورا لها أنا كسر ويني من كيفون كبر تشالي تيجي لسوا على رنتي مركب خضر وكاتب. وما سيء قدميه بسم الله والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد. وحن تعالى لك المدير كعركة جاهو سيدي تمكمي سيدي تمكمي ومالي قرر ومالي أقراك الثاني كحو قدرتي أما بأي كتب قدرت هيمتي لحيلة تكتشون ومالي تعالى كيلسوا أمرنا صوتنا وحويان كريتا ومعلمك سلطان قرن بدر سلطان ومعلمتا
qaran Soomaalina waa maalin laga dabaaldego maanta xaaladnimada waa arka kartaano jaliyadu waxyaabaha ugu waaweyn ee activitygaas waxyaabaha qabato waxaa kamid ah inay dadka isugu yimaado balse waxaan jecel nahay maadaama maxay maamulka jaliyada anoo ka faa'idaysana fursada qaaliga oo runtii marti ugan shacabka reer Soomaaliland ay isto qalo in ay la shaqeeyaan jaliyada waayo marka aynu wada shaqeyno waxaan noqonnaa cudud waxaan noqonnaa quwad waxaanaynu dhawaaq dheer ku gaadhsiin karnaa qadiyada Soomaaliland cid kasta oo markaa aynu isleenahay way wadan tahay inay gaadhsiin ku dheeraad maayo waxaan jecelnahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan u mahadceliyo sacaadatu safiir iyo sacaadatu wasiir iyo madaxda sharaf kale iyo martida sharaf kale ee nagala soo qayb galay xafladan balankeenu waa la kacabsi wada shaqeyn insha allahna waxaan rajeynaya shacabka Soomaaliland meel weli joogaan guul ku dhiili ciid wanaagsan asalaamu allahi calaykum xafladu way noo soconaysaa intaanan u yeelin xisbiyada waxaan u yeelayaa cabdicaqiib baan u yeelayaa oo ka yimi maxay ahay gobolka Western Yutland ee Shoobin oo inoolada maxay ahay laba kelmo loo sameeyo bismillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar بسم الله الحمد لله رب العالمين إلهي بعد ما حدث مدن إيه مرغوين جد جي ويدو بعد السلام يا مركة وقوه الرئيسة وسير مركة وقوه الرئيسة مقع عايقة إيه مجالة دار أسكر قوة دار أردن همبرية لكاكا سيدنا آد بان كوسور دوين إنا شكر حاجي باندري حتى تهي واحتلت كالقلطي ودن كإنت شكدا حيسي ama inta wasiirka haysay iyo intii ka horreysay hay'adaha maamulaysay aad iyo aad kulli anigu xoogaa baan ahaa waddanka aad baan ugu warhayaa waxa weeyaan waa dadka ugu horreeya runta Soomaalilandka ee waddanka wax ka qabtay intay wasiirka ahayd iyo intii ka horreysayba runtii aad iyo aad iyo aad baan ugu soo dhaweeyay wayna ku qori doontaa insha allah taariikhda horena ku qortay maantana way ku qoraysaa dadka Soomaalilandka ee wadaniga ee dhabta ah wuu og yahay qof kastaa wuxuu qabtay ama hore ha u noqoto ama dib ha u noqote mid lagaa ilaawaya maaha waan ku soo dhawaynaa mar labaad iyo mar saddexaad aad baan ku soo dhawaynaa intaa haddaan dhaafo waxaan ku gudbayaa safiiradda qiimaha leh yaqaana runtii rooda cilmi jaamac waxa weeyaan wax badan intay dalkan joogtay ama ay shaqada haysay xaqiiqda war badan layskama haye boqol albaab bay garacday boqol albaab bay garacday waxa weeyaan waxaan leeyahay safiirku ilaa cimriga ha u raajiyo shaqo badan baa qaatay waa kugu siboorsannahay waa kugu taageeraynaa waxaan leenahay ha ogaada reer Soomaaliland haliyay qaran weeye kaba dhaasu wax badan bay qabtay runtii imika waxaan u yeedhayaa ururka qorayaasha Soomaaliland gudoomiyahooda Sayid Maxamed Yuusuf runtii haddii hadal aanu dee kurba hadalka la badiyo kulley macno badan baa ka lumay anigu biyar baa ku soo koobaya waa laga yaabaa marka horena wax badan diyaarsaday waqtiga dib baynu uga dhacnay waxaa inoo fadhiyaa runtii wasiir muhiim ah oo wasiir keliya ahayd ee laga sheekeeyey hawsha ay soo qabatay ilaa candlelight ilaa iyo kala saaridii garsoorkii loogu horreeyey shukri aad iyo aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa wasiir waa looga sii qiimo badantahay ayaan odhan karaa waayo wasiirku waa hawla cayiman way ka ballaarantay marka hadal badan ma gelayo wakiilka gudoomiyaha xildhibaan amiir cabdiruus maxamed xaaji ismaaciil suldaanka caaqilka iminka dhaafay mise hore u dhaafay dhammaantii bagtii waxaana ugu muhiimsan intiina fadhida ayaa iiga muhiimsan cid kasta sababtoo ah haddaanay madashu camirayn waxba ma noqoto madashu ma noqoto qiimana ma yeelato intani waxay soo fadhiisan lahayd meel baran idinkaa waqtigna u soo huray idinka ayaa aad iyo aad iyo aad inlaydinu hadlo qaay tahay
intii nafar taariikhdan u geli maayo tare waayo waxay markii hore xoogaa soo diyaarsaday laakiin waxa jecelahay taariikhda in yar soo koobayso maasa ahaana waayo hadalka dib lagu celceliyo macnaha ka luma waxaan jecelahay inaan ilaahay naxariistana ka waraabiyo nin la odhan jiray abwaan caana ahaa oo bilaa xuduud ahaa ilaa jabuuti ilaa iyo soomaaliland ilaa iyo soomaaliya ilaa itoobiya oo la odhan jiray ibraahim aw saleebaan gadle ayuu ku naalaysayaa ayuu ku magac dheeraa ibraahim gadle isaga oo burca taagay shirkii lagaga dhawaaqay soomaaliland 18kii may waa laga yaabaa inay ahayd 15kan aynu maanta joogno oo kale ayuu gabay ka tiriyey maase ballaadhan buu ka tiriyey laakiin in yar baan looga soo qaadaya intaas waxay tilmaamaysaa taariikhdani siday u dhacday oo kooban way dheeray laakiin ma idin ku daalinayo iyo waxa uu markaa filayey koobii 18ka may oo lagu dhawaaqay soomaaliland maxaa ka dambaynaya ayuu isweydiinayay waxa uu ku bilaabay taariikhda weynoo degmadeennu leedahay aan idiin dulxaadshee 60kii dadkaygu 26kii juun waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee calaamadan ama suuhdimaha soomaaliland ay qaateen dowladnimo anigu ma idhaahdo xorriyad waayo xorriyadda cid ina gumaysatay soomaaliland ma jirin waxaynu garan lahayn baa jiray laakiin gumaysi marnaba maynu gelin dad la gumaystay oo la gumeeyeyna maynu ahayn ayaan anigu qabaa wuxuu yidhi taariikhda weynoo degmadeennu leedahay aan idiin dulxaadshe 60kii dadkaygu markaa dowladnimadii diiqada u bixiseen degdegsiiye mooye doqonnimo ma ahayn manaydaan dambaabine shanta kala dab raacdaa dirmo qura u gogasheen shanta qaybood ee soomaalida ayaa de degmo u gogasheen buu leeyahay isku duubnideenniyo daacad baa horseedeen geeruba hadduu dido dubbaa loo hogaanshaa sida loogu daydu geesira u diriraa anna laba daryaalii waxaan daacad uga baxay dhulku yaalu daaliyo doola ugu kala weyn siday labada daamood dab u wada kulaalaan dibi keliday lay qaray qoysuna dibireedii waxa aan ka doorbiday duubiga shan lagu cuno anaa horseeday buu leeyahay shanta webigay digsiiyiyo badda aan ku daro idhi waxaan daacad ugu diray marka aad degtaa meel dixi iyo caleen badan kuwa kaa dambeeyay intaad diir wadaagtaa berridooga ugu yeer ama uga digniin noqo dallun loogu talagalay shaxda kama duufina sidaa damacsanaa iyo sidaa doodiyaraa kala durugsanaato dayntii hilaacdiyo daydo culeyshadeedii doogii ku soo baxay diir iyo waxba cunay waa haddaa garanaysa halkan ka hadlayo in badan oo dee abukoori way garanayaan maasada marka macnaheeda way fahmayeen diir iyo waxba cunay waxaa laga hadlayaa waa wixii ka horreeyey ma aha waxaan dambe ee 25-jirka maanta joogaa uu magaranaysaa uu qaadan karo waa wixii ka horreeyey 18kii may 1900 iyo 19kii weeye diirta wax cuntay maaha diir hadda xeeradan daboolee aan malabka doocaan ugu shubay dadweynaha doqon baa hadraatiyey isagana dariiqii abeestaarinaa yimi aar baa docdii galay daryaankiisii laga yaa kuwaa soo duwaayay dubur hawka ka kala galay maantana duqdeenii muska halkaasaa daba muhiima wuxuu soo koobayaa waa imaan soo koobay wuxuu leeyahay maantana duqdeenii muska dacalka saarto ku dunuun cureentae ducadtae maxay dari warwar baa markaa ku jirin weyn maxay dari 18kii may lagu dhawaaqay wartalo maxaa ka dambay ma siday dabaataba markuu sheekhu daakire weeraha u dhihatay maantaa dugaag dari mise daabad awriyo rati doobir badan iyo biyamadaamiyay dari waxaan filayaa biyamadaamiyay inoo dhashay nabad baynu ku waaray runtii waxaynu maanta waxaynu ku xusaynaa waxa weeye nabadgelyo waa midnimo beelaha soomaaliland oo dhan waxaan yeedhayaa guddoomiyaha xisbiga waxid ibraahim cabdikariim faaul maadaama uu yahay xisbiga waxid xisbiga ugu horreeye xisbiga soomaaliland la asaaso isagaa ku shaqeynaa horta asalaamu calaykum dhammaantiin dadkiinan meesha isku yimi waxa weeyaan
السلام عليكم وصلاته وقيمها بدل لي مسلمين تسكوا ما أنا وانا الدعو ترى كلام واحد سود وين يا هنا حاجة بندري ولي صحافظ هين هالبيسة أنا وسير كترسان دولتي نقيمها بدل لي برجع حوي يو سفيرة يدنا يد ما نضياش مش شجوعا إن كسون زامش ده هدي وده وين هذا ينكا أبو كور توامد خير كتشروا مرجع حوي يرتهرودي هذاك حوي هذا البدن هذا اليوم مرة مشي وحوي ما أنت وحويان ومالين قيمة بدن ومالين كسنتن كبني بدينا ما دينا كوا عجين ليش كتاعنا إيم بدونه مرجع ربع حربينا إنه إنك عارف شكل الله ليه موتى حرم مديني ومال كل عرين لكون مني كديشنا كحرين مرجع الحمد لله وحوي ده دباتي ده والله جب حي وحوي ده نبدي عنا لوجي وعروكي مرجع حوي دم دابا مركز درجيسة كسر دكتا إربوك أما ديربودي بالبرم يلك سوا هاتي اللي قولنا هين يا أبو قرن هي مركز حوي والحمد لله تهذا كلام حوي يعني إني أرك وحان كسلام يا دابا شهلية ده وسكسر دبردي حفلة دنيا ده أو سقيم بدل تكون لكم سقيم قلنا موتين إنسان هين أتهاي تسكر حلا إنسا تدوينه إن تجين ماشى استوكم وحوي يعني بيرجو هردي dad baa waxa isticmaal jiray jaaliyada in ka dhigaan biskuteego habeenkii la isii maado oo magaranaysa fawaash ka dhaw laakiinse de waxa weeyaan halaal ka weeyaan iftiin baa raacnaa mud marka taasna waxa weeyaan waa aad bay u mahadsan yihiin si fiican deewi isku soo dibarin waxa weeyaan horta de waxa weeyaan dirreen oo ugu yahay toqono loo sheegay maayo waxa weeyaan maalintii qiimeeda leedahay deen lagu celiya de waxa weeyaan waa وحويه دي معنا وسي سبن من سلاكيس نيكا سابو اوكسو يهي دقال كي يدبت الله سومري يو سيدي الهي ونغا اقبالي حلقن كي ني ديرا الله سومري إنه ينو آيه ينا كتشنو وإن نغنو أمت كتشن أمت هاتيون كنو وحويه نبت دي خلقو دعا وحويه نبت معارضة معارضة طول هاي وحويه دي وحبال وناتشرين وحويه أنا وحما بربرني وعوين معارك يا الله عارك الموقت أنا هو سياسي بروحه وده كبر بروحه سعب كبر لو تكتري موتي كا بروحه ماشي يقول وده يا الله بعنا إيه وحويان قف بس تابو حوي وري ودل كيس هو قمنا يو أيوب ما لو بهاي إنه دكتور تلا كلام حويان أرد أنا أقول لي بدفينا ما صرامن لكن سوى حج على دينا لك كسر على أرضه تي في غرقة حويان ولا حويان وحويان كما حصلت هاي هلقن كاغينا وقت كوليستي عويان وعويان كل راحي سكر سقاط كل ضيق في الريدة ايوه قبل نبدا لكن سي وحويان ما دام معارض هاي وحويان ورد دي ان شرعك الليلة لي وحويان وامد قمن وانت تتكك الوطا شرع قروك تتكك الهكا وحويان سومالي لواس وبيل كليا مرقا وحويان ان وضياش الاستعمارو إن أنت سوق قبل أنا سودان هبل وحوي أنا سودان هبل وكتالي جوري جاها لكن سيد ولده وحلا هذا الشرعي صح كرتبة شرع وروح الله سبحانه إن لو خلا دم بيو إما هاي قبل أنا هذا وحنا قال أنا ما دام أنا وضيع شيء نهاية لبسنه وحوي أنا كميش بيننا ناي وأنا أقول له إن مدحونا أنا قدره لكن سيد أنت ما قدره وحوي وإلا أنت كميش كا لقبنا يفرق كون ما نقوله وحي كذا ميا وحوي أنا أرتب الحويناني شغف رب الله بوقف قبضه مدا تلك وين السين وين هجاتيا شرع بانا كتيرة وحوي إلهي نوحنا قبل الغالنا إرو ترد إن كسر غيب قلو مال في عنو مريا ونكو قولي سندورا هدي وأرن كسيودا لكن سي هدي دل روح ما يحوي ولي هذا كبوس بحين بالحوينا تارو وحوي حسبيه ده وطلع ومدا روح لنا واحد لنا يسكت دمنا هذا أي نكتة شدة حويان قوي ما مرجو اللي جحري لكن زمان ده حويان عد كاس حنيه مرجو حويان يجينا رالي هذا عطان درشيره حويان ثانو حويان دول لوبا هاي حويان إلا يسش ما حق حويان روح ليه أدم بالحق ولو كان مر هدود عارتك قراري هاي وين اللي يسش يا جا واحد دنت كشرته لكن سين لك على قبضه حويان هل كان واركتين رئيس الوزراء هي أمنك يمشى يستي تريكة ورعدن وياه وما بهند هذو وحوي لكن س وحالك هو كأنه وحوي واكل الدبين عن كلا الدبينه أنا سقدرينه أنا حاجة بدرنا وحلا شكري كسر دول على السودان تقوس جعليه وحوي
ومد السمال لأن هالنوراتو لما أنتينا شرفنا بدنا نقرر على هذا. السلام عليكم. ميكروفون غير الوالد صفر وأعطيته ميكروفون هيك اسم الوطني أي سؤال. الله يبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبو هرين لما أنتي وحدك السلام يا صلاة سلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون بيا وحوي على ما كوهذا يا أرتدين مطبقة تبص حاليا بدوميه ميه على ما حاله بدوميه بحجين كي اسمه ده الحزب الوطني وحش كلام وين إياه إن الحزب الوطني أفكي سالك كوهذا يا كسر ويجو وسيرة القيمة بدل شو الحاجة بدل وعلى ما تعلمتي من بروح على هني إلى حالك عبد الله بيلوا إذا كان شو حاجة بادرة إني هذي هي قرار تاعي بكرة بيننا واحد جعل الله ما كان ما معارض بدو إلى قفقة يحكم هذا عن الصحيح ما هم عليه قفقة ولا أحسن أو قبل هي حكم هذا هل حصل بسنا لا وحسب المعارضة تاسوات يكون قال لي إن الاستدوم نعمه أو السمان نعمه دهانه وحنا مرة ولا سعادة الوزير شرف من لوطينا المكسر والنيس منه أهدو وقال الله وانا شعر الله إنا دمك السمان لأنه نوم نوم نطلع دمك وحان كان الوقت بيا وحان الله يهي يلك رسول وانا سفيرة وحوتي سلطانك حبيبانك يلك دوريها جالية استقلم وانمانت أمام الله وحان كون يسول شيء منه إستغي يوم بنتي كيس هاي وانا شعرية وعلى يهي أدبه مهزلتين سيدة ولا أسنى أدبوك دلالة إسان إلى بالحفلة دي نسبة قرح مدرم أرسلوه إنتا هدينا عن ذلك الوقت وحد جعلها ما توقع إلى يعني كل دمان وقاينه كل يعني قلب جينا أي آدم صورة من بطو مهيمة هو إلا إلا هاي قد يدن السمالة ما توحي الوقت بعد جينا واسدين يتركي مي وما أنتي أيضا دي برسلنا قولي حرم المدينة أفر يضبات السلطة كور ومهدسي هاي مبارك صبان مدومي كوريكا حسب الوطني سويدان إمي كان واحد يريد مدومي حسب الحاكم كوكولمية فؤاد كامل ويسنار كان كورني اللقنة وحا مانتا هلكن كسول وينينا وزير كيني قالقها شوفي حاج بندري أونلاين هاي كسول وسولة شوفي واحد ويا وزير هذا وقعد عدل كيني هنا عطي شغلة أي هاي سانا أي هاي مد أبي يا أبي مهم رونتي أو تي ديجا ما وارك كنا نشوف كم لابد سيدا وقع هون بشو يسيدا وقع تاعن تاعنا وارو كعب ما تين نشوفي شعب كسول ما لنا كعب ما تين يا وحنا كل هاي كسول وسولة وحنا كنا يدنا السلام يا سبير كنا قال هذا بعد باتن اینقدر که نمان مرتضی کرایه کن چون تا دوبیا چلیدا یه نمان مرتضی شرکت قیمها بدن اسرائیل چیتی کل که نمان تا مان تو استدی دی تو بکی میبینو ادبال دگی نه واسه نگوردی آبری لاتنات مرد برو حن نمان این کار سنیا مان تو مال داره و مال این نگیم مقیهین رکی دل کن سوه گلی يا سيدي مجاهدينتي وحنا ما تدين كعب سنة أرتم بعد هذا الأمر آمين ممكن لي والله سبحانه وتعالى نعنتي ما أنت إلهي وحنا أم هذه أيام تاعنا مركا تاريخ يعني دبوا رعم مدوين كأن صومرني سنة دول بسنة كوكتم بي إلهي وإنه غرويا نعاقر ربي نسيه هذه أينان أجيبين وأنا شكر جدا أن الله إيمان إلى سبحانه وتعالى دوين أركي شلي يضرات يمان تسكن بها مدور بواحد وذا توقت يدي وياه ذلك إن واحد كقصومي أنت تقتني وأقتهاي أنت أنت إن أما فيديو ما كتوتا أما ورب الكوشة وانت قوات جناش ونمر مقارنة كستا هديت هاي بيها هديت هاي ودويك هديت هاي دكتور ولا بلاري هديت هاي وبدي يومان تتحيي ولا سليم نوعين كاس يقولها فرضاً بروت إسكاميون واحد كوي مادل مسكحنا توجيه كوي مادل واحد كوي مادل هرمر الله برلن قاضي حسب الكلمية برلن قاضي ونكلم به
maanta nagu sii wadi doona insha allahu tacaala hadii ku guuleysto doorashada soo socota waan aaminsanahay waxqabadkiisa awgii lagu dooranayo kuna guuleysan doono arrintaasatii uu mahadsan yahay gudoomiyaha xisbiga qulmiye fuad kaamil halkan waxaan ku yar hakinaynaa hadallada markaas kooxda hidiyo dhaqanka baa halkan rabay inay kusoo bandhigaan masriyad ay ugu talagaleen madasha waxaan asalaamu calaykum calaykum asalaam warakaat waxaan wax wada waxaan maqlay in wadankiina loo qoonsaday aniga ma soo gaaray wami waalay ya aqoonsi yaa waxaan ayay waxaan ayso ogeysiis waariyaale wadanki waa la qoonsaday isbu dhab ku dhawaaqday ayaa jariyada ka dambaysay wali ba ya wadanki waarahay waxaynu sii wadaynaa qurbadihii waxaynu soo gaadhnay gabagabadii kuntii maxay ahayd xafladda qaybta qurbadaha hadhowtoole ciyaaraha iyo qoobkadhiyaadkii waxaas inoo dumay doonaan iminka waxaan u yeedhayaa maxay ahayd amiir aadan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka iskudhaa xisbiga mudaraadka ahna somalilander ayaa yeedhaya kusoo dhawaa asalaamu calaykum somalilan hadlaato Jag är glad att få vara här ikväll och tillbringa denna kväll tillsammans med er. För att jag är glad, men jag är också stolt. Det vi har åstadkommit på 24 år är otroligt. Jag kommer att säga att jag har varit här och jag har varit här och jag har varit här. Jag har varit här och jag har varit här innan vi har varit här och jag har varit här. Att vi har kommit så här långt utan hjälp från omvärlden är något vi ska vara stolta över. Att vi har kunnat komma så här långt är tack vare oss. Vi, diasporan här i Sverige, vi, diasporan i hela världen, men också Somaliland och dess befolkning. Innan halken såg ni, man inte såg ni, halken såg ni, innan man inte var avma, talar jag kom här till innan jag uppe tjock till den här Sweden. iyo sidoo kale qabashooyinka reer Soomaaliland ee joogta dacalada adduunka oo dhan ayaa ku mahadsan maanta waddankeena halkaas soo gaadhay caawin la'aan iyadoo cidna waxayna darin inaan nagu xisaabiyo waddankeena soo qaadnay. Vi har lyckats bygga upp fred. Vi har lyckats bygga upp stabilitet. Vi har lyckats hålla våra egna gränser till omvärlden. Och mest av allt, vi har lyckats med demokrati. waxaan ku guuleysanay nabad inaan ka dhalanno waddankeenna waxaan ku guuleysanay inaan isna xasilooni waxaan ku guuleysanay inaan sugno xuduudaha waddankeenna sidoo kale waxaan ku muhiimsanahay ku guuleysanay waa dimuqraadiyadda ka jirta waddankeenna
Och jag kan säga er, det som gör att omvärlden kommer att hitta Somaliland, se denna skatt som ingen vet om och kanske hoppningsvis inom en snar framtid erkänna Somaliland, är just demokrati. Somaliland middag kika så antar jag och den mannen har jag inte alla bara i Afrika inte att gråa demokratieta. Demokratieta var middag sähla i sig in arv på Somaliland så här och marka mot att bejsa råa på oss och Somaliland och en och tog en kira och lägga på sig här till gården. Jag var han och Ibrahim Ali och lämna kilmen och ormajan. سعد الوزير سفير قدومية حلبان سلطان مرتشاف بيشو سوكت بيشبيه دقران كيو للي رديو ويوينكا يا أبياش له وحنا بصالة صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتا ومالوين واستيت بكيمي وحا إنو السوكنمي لباكمو سودو وينتا وزير تيلويني يدلكيني نوغييني سياي نوغلا قيب قاعدتو وينال دبال لكتو مالتا غالقا شكري حاجي بندر سيدو كلاه وحدو وينينينا مالتا غالقا استيدي تمنمي هذا الكي هورا لوي لبديدي سي وحن دوني عالو هال اريونا كي نحضو سومالنا ليك بالو سوداني حولا لو سوداني والله احي والله نتاي سومالان وها اي جوان كوغادي ان اي شاد ستو واي نقطو دولت كميدا دولتها عالم كتيرا سيدو شيغي حدبانكو هورمر فر مدا بينو غادني ميرو اكس بينو مرينا مسير كينونا واكي اي نكو هشيناي 1991 مركن رايس كونني اني نو كميدا دارينو جيرتان سومالان وواحد كم إذا يصنع هاي ما توكله حسبية مكلنين وحلا مكلنين واحد من يسوع لاندر دمانتين آدي آدي قالوا ما هذا يا دليل اللي بدهم يسوي شيء نسي يسوي شيء تبدي دي آدي آدي قالوا ما هذا يا جاري يسوع لاندر هوش كشيء وحال آدي ما هذا يا سيرة دوي دون هوش لاندر أنا الناس وقتك شنو أنا الناس وقتك شنو يسوع لاندر هنورات هتشوفتو وينو قاعدين بقول صلاة دينه وقاعدين سوبل لاني عجلاب كيرا وقاعدين وما تنتي إبراهيم علي ما كماتي كلمتها سيدا هرمو الشيء وحن سوق عن البنتي قبل قبضي حفلة دا وحن قصر دوني يا عباهيها سفير سوبالي لان روضة شامع المين ويدونا مركا قصر دوني دونتا وزيركا وزيرة دا شوبي حاجة مدرك قصر دوني دونتا بسم الله waxaan marka ugu horeysa doonayaa inaynu ilaahay u mahadcelino inaynu nabad ku soo gaadhnay inaynu maanta noqono haddaynu Soomaaliland nahay qarni jira oo maanta jiray 24 sano waxaa jirta ummad dhan dhalinyaro ah baan wax kala aqoonin aan Soomaaliland nahay oo maanta qaangaaray oo 24 jira taas waxay tusaale ka tahay inaynu intaynu soo soconay oo dhan aynu halkaa ku soo gaadhnay ilaahay mahadiyo waxaan marka ugu horeysa salaamayaa saarad wasiir shukr baan dareen oo runtii aad iyo aad anigu qiimo badan waxaan kaloo salaamayaa xildhibaan amiin waxaan kaloo salaamayaa sultaanka gudoomiyaha iyo jaaliyadda labada jaaliyad oo soo qabanqaabiyay xafladan maanta hadday yihiin ururka qoraaga iyo hadday tahay jaaliyadda Stockholm runtii inay si kaashadeen laba jaaliyadood aad bay muhiim u tahay waayo waxay tusaysaa jaaliyadii ka jirtay magaalada iyo ururka quraaga oo aad runtii af Soomaaliga uga shaqeeya oo aad qiimo ugu leh aynu inteena badan aynu inta badan ka faa'iidaysanin inaynu ugu mahadcelino inay si kaashadeen ay riwaayad qiimo leh inoo soo sameeyeen oo astaamo ku leh faamiliyada ku dhaqan Suula waxaan kaloo mahadcelinayaa dadkiina halkan fadhiya aad iyo aad baad mahadleediin maasha allah dad noogu timaadeen isla wadayideyna maanta oo wax aad iyo aad inaga noogu fiican marka runtii waad mahadcelinu kala sugantiin haddaan wax yar idinka taabto anuu nasiib baan u yeesha inaan sanadkiya waddankii Soomaaliland aan meelo badan ka soo arko meelooyinka xasuus dheer ugu sii riday waxaa ka mid ah Xaaji Saalax oo ay ka xog ahayd
ورسعتي شكر باندرة نسيب اللي يريد حاج صالح هاتي شكرا هستان وايو وحاجرتي نسيب كايا شينا سفر كيب لحوينا كغيب قاطو عن كغبيرو سلاح لي عن كسو ورقنو ككونة ككونة إلا يو قرنوكو لاس عانو مركي دمنا نسيب يا شينا بورا بطاقو مركاروتي وحاي إيتا فرحات أنا سفيرة وصومالة المتلية إن أنا أوجه هيدتك صومالة ملك كل نولي هي إن أوجه غير دقن هدنا ملك استوى استرت بالنا وبشرينا بوقته وحيا لها عن رنتي أنا جاي تعرف تسافر كاس وحاي كم بهاي تتكلم بعدي عن شو جا عن مقالوي كشوجي مقالوي كوامي إن أنا نقد دولة شغالي إن أنا نقد نبات شغالي إن أنا نقد بيت شغالي رنتي تاسع سفر مصاركي أنا كنا في حد بيتنا كغير قاطي سفر كدير، هذا الكديرين مايو، بحن أقول نهاي، إنه إنه هذين نهاي رير سولن، إنه بحن نهاي، مالا إنه كتشرنو، إنه سكون نمادنو، إنه كحاجون حالة دين سولن كسكون تاي، كل ما أنا هرمود بنكا هاي، أرين كيرمس هذين نهاي رير سولن، بحا، شاليه ده بدنك عطسين، إنه نشيل سكون نمادنو. اینو کوانت شنو سین هر عمر لحین حالا دیمی کتاین تا نه آنیگا بلن قاضی آن اینو سقمانی شرکت چالی دو نوست قاضی من تو نیشالم و هنگل دو نی نشیگم چالی دو شقایان ات کستاو چالی ماموشا هل باس سارن هر عمر نویسم هستم هدی آن لسکو افکاری می‌دونی ما قاف چالی دهایا اینو خلدیه اینا که حب آنتی لسکو افکاری ولاده تسمال لنج کتاین سونا نوی کتاین تای مرکان سونی مان ما حسبیاد کنیم و دهان نه سر سونی چلی دوی نو دهان و حال وقت دنبتی اینو نیا ایام هان دنبه دنیا اینکه هدیسی و حکا هدیسی سومالیان یا دورشده دیو دعای قفوق حمایا قفوق دولت دیو حوران ایام حنا لکه هدیه لوح وحی عم بین ونا هرمر بین ونا تلو حنا لکه هدیه معارض حلي وين أنا لك حلا وايد أنا جو حل كرسي عشان دوني نوون هربان ونا مركانتي أما كحمة أما كفرح هنا قدام بينات هنا دوني ده جه هذا شو وايو ده واحد توصي ساعة هنا نهرب مرجعني وحن سو وني لاي مك واحد شيت سحين كوس وني هدي نمك وبهان لاي سكست بينو يشيل هذا الكين هذا الحياة وهذا الدنيا واقع وايد سومالنا ويشرتا ويشريسا ويشري دونتا إلى هبانكم هذولنا أنا أنت هذا الكسر قبل قبلني يا عادني نقوم هذا بعدني والحمد لله نحن سوينا ويب كرفون كا وسيرة دينا قالقة وسيرة الدجاج اللي بنيجا شكر بعدها فضل مسؤوله ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء اخرى
waxa inta ay noo dheer aad iyo aad baa ula socotaan dalka idinku intaa de waa la imanaya horta la iskuma hayo ilaa 24-kaas sanadood ee aynu soo jirnay halkeenu ka soo bilownay iyo halkeenu maanta marayno qofnaba horta shaki kagama jiro ma qof baa maanta shaki kagaga jira bal ka warama markii 1992-gii 1992-kii iyo maanta halkeenu marayno bal qof walba horta dib u milicso halkii aynu ka soo bilownay iyo halkeenu maanta marayno waxay intaa inoo dheer geeddi socodkaa dheer ee dheer aynu soo maraynu halkaa ku soo gaadhnay aynu maanta 24 jirsanay qaangaadhna ku noqonay waxqabad fara badan oo isdaba yaalla la soo qabtay waxqabad fara badan oo isdaba yaalla ayaynu soo qabsanay waxqabadka la soo koobi kari maayo waay wax garanaysaan hargeysishanay siday ahayd iyo maanta qofka daawada hargeysi siday tahay waa run wax badanna waynu qabsanay wax badanna way naga dhiman yihiin wax badan waynu qabsanay wax badanna way naga dhiman yihiin waxa keliya aynu meeshaas oo dhan ama waxaynu qabsanay oo dhan gundhigu wey waa nabadgelyada gundhigu waxa uu ah waa nabadgelyada nabadgelyo weeyaan haddaanad nabadgelyo haysan imikaa dhulkan aad joogtaan dee nabadgelya ku fadhidaan soo kuma fadhidaan soo nabadgelyo kuma seexataan oo kuma soo toostaan dee haddaba maasha allah tabaaraka allah nabadgelyadaa nabadgelyadii adiga soomaaliland haysato waxaana hegsanaysaa inay sidaa ay maanta tahay ay runtii ay halkay taagantay hor uga sii socoto aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa sida wanaagsan ay usoo dhaweyteen xasuusnaada soomaaliland ubadkiinana ku beera waayo laba dalbay leeyihin laba hooyay leeyihin laba aabay leeyihin dalku waa iswilan waa dalkoodii soomaaliland waa dalkoodii dual nationality meel walba waa la ogolyahay labada dalba ka caadiciya waa mahadsantay wasiiradda shukri xaaji badre soomaali ha noolaato soomaali ha noolaato soomaali ha jirto ha joogto iminka waxaan u yeedhayaa nimco cabdi oo ka tirsan gobolka haweenka ee soomaaliland ee swiden oo shahaado sharaf gudoonsiinaysa wasiiradda kusoo wadaa guddida jaaliyadda ay ka mid yihiin cabdixani iyo jaamac
وأنا أشاهد أن سفير كينا وأنا أشاهد أن أنا 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 أشاهد أن أدي أبو نوري أبو هذا اللي نا خروجوا نوها موي نهاي نسير شقرا قبطو يوم هاي هاي نذال كيسو مالا مشرتو هبين يوم مالي تازوا تا مركب واحد واحد لكم وغنا يسا قدومي هراء تالي يدا يوم قدومي هبسو وسي وده تيرا ميك سلطة لا بس نقول سو قدوميها قدومي هذا يوم قدومي هراء وسي وده تيرا وقدوم زين يا خروجت شهادة شرف تازوا هيك تكلم تايد مغلادي هيك تيجي تالي يدا وحن نتكلم صلى أمضى رئيس مانا سورة أما استقم دكان هنا سي آدي آلا أدريش جسي نليه تا إمك تعلم درب سرود هيسي وحكى مندم كا يو سي أي واحد قطار مار تهدي أنا مندم كا أنا مار تي نمضى لي هين رحمة قام كريان بكا وحن نتكلم صلى يا هنا ده حلاوة قبتين جدين أنا سبعنا غنوا أنا وحوض قبصنا كي ومت كي سومالا كان يقولون أن سكوا قبرنا أنا هو ذي كثير ما رأي أنا خوض يعني يعني فك إن شاء الله دارين ترى من في عبي ما رح شغله ذي كوضا وحيارة بدل ما رح توي روض من دونا مستقبل كا وقت كينا وحيارة بدل ما روض من دونا بركة واحد دوري ما رح آل يا ما رح محلوق بيتنا مدين كنا دول هذا سعودين سازنا مناسبين بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول السلام يا شاري الرحمن هاوشن وحقيب كاها نجاوي جامع دارشين يكيسي تاج لغاز أيام مهند غلا أنا أقول لكم يوم أصلا يا أنا أقول لكم استكتان شاري تسلمان أما ما يا رب تبقى حقود الأمر ما يوم نتيو حلي يوم wala shaqeynta sidoo kale waxa ay maqal waa waxii mootay kaliya walaal ila waxa uu ka dhigayna laakiin together waxaanu la qorshe u qorayna meel gaari karo marka safiiradeena waxa la wadii aan midinaba runti way naga caawisaa hadii noqoto tusaalahaan hadii noqoto talo hadii noqoto everything marka safiir waxa uu ku jiraa kusoo dhawaa runti ma aanu السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ولا رحمة الله بركاته. ما جاي واحد لرام مبروك أحمد عبد الله. ولا ما أنتوا حندريمي ولا شعور هذه هذا فرحة بنواعي ما أنتوا يتأسن تقول هذه وطن كييجا سومالي لا. كسردو. وما صدق أم الخير. سيدو كلهم هاتين يأتي في قرن كيد المر. ما أنتوا ما نفرح نوع هذا نهاية شاليد سومالان ستوكهولم. وحش شرف نوع ومسير كيد دجانكا. آخر نوع شوكتو شكر حاج بندري. sidoo kale waxa sharafno ay safiiradii Soomaaliland ee Sweden ay xafladda naga qayb qaadatay ee waxa sharafno ah in umada reer Soomaaliland ay isugu yimid dhamaan gobolada Sweden oo dhan si xafladdan iyo farxadda noola wadaagaan xabadaas ayaan aad u faraxsanahay shucuurtii lama dareemi karo sidoo kale waxa sharafno ah in xisbiyada qaranku halka dhamaantood ay joogeen oo ay ka midaysnaayeen xusida iyo weynaynta maalintan waxaan ka salaamayaa dhamaan umada jamhuuriyadda reer Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland مدر أحمد محمود سيلانيو يسيدو كله مروضة كواد
أمينة وريس سيدو خلو حان سلام يا محيه هاي دمان وما ذهري شبر سمال لان حسبيه ذا معارضك سيدو خلو حان سلام يا هوية ذي يرب عرب يسيدو كله ولا الله هاي دمان تود نرخي سيدو كتشوغان السلام عليكم السلام عليكم ومالي فرحان له وحان مركور السلام الدرية دمد ومد سومالي لان ميل كستي جوكتبا وحان لي سند قورو ناكسن وح إلهي لوغو حمد نقو إلهي نقو قارسيي فرحاد يبرواقو سند قورو دي أفري لاتنات سومالي لان ميل كستي جوكتبا وحان لي هابي 18 باي سومالي لان هانونا تفوريبا او ادي ادي منشا شعورت دي عدم مانتا قياسو ادي ادي لما قياس كريسوبتو وأنا أقول لك أنا 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 السلام عليكم وحسلام يا سومالي لاند وأنا سلام أنتين شعبك يا دكتور السلام عليكم أنا أقول لك 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 horta waxaan u maad celinayna anagu waxaan u dhigaynaa meel fog baan u dhigaynaa aniga magacayga waxa la dhahay Cabdiraxmaan Maxamed Cali aniga oo saaxiibkaan waa soconay waxa la dhahay baan dhalaaye waxaan u dhigaynaa wqooyiga meel la yiraahdo Sadarham dadkiina saaxiibada soo qaban qaabiyay qolidina saafada iyo qolidina jaaliyada baa aan u dhigaynaa waan ku mahadsantiin in ay isku xidhaan umada Soomaaliland isuna soo dhaweeyaan isay gacmaha isu qabsadaan aad baa u mahadsantiin waan aanu ku hambalyeynaa anaguna waxaan isku daynaa inaan xaflad ka soo leedinaa kala soo qayb galaa diilaa aad baad mahadsantahay salaam aleekum anagoo ah faarax dhaxlaaye waxaan halkan xafladan u imid in aan kala qayb galo yaa dadkayga reer Soomaaliland waxa aan aad iyo aad u hambalyeynaa wafdiga ka yimid Soomaaliland Allaahi raxmaan raxiim magacayga waxa la yiraahdaa Naciima Cabdi Jaamac waxaan ay gudoomiyaha urka hawanka Suudaan waxaan hanqumaanta waa maalin ciid ah waa maalin farxadna waxaan ku faraxsanahay inaan wasiir reer Soomaaliland oo gabadhii maanta nagala soo qayb gashay aad baad u mahadsantahay waa ciid wanaagsan aad iyo aad baad u mahadsantahay I'm not gonna get, I get.